إذا طلب منا تضليل 20% من هذه المربعات، فقبل البدء بذلك دعونا نفكر قليلا ما معنى نسبة مئوية. دعوني أعيد كتابتها. إذا 20% تعادل، أو سأكتبها بالكلمات، 20% وهنا يمكن أن أكتبها مرة أخرى بفصل الكلمة، 20%. أو إذا كنت تدرك ما هو القرن، فلا بد أنك تعلم أن الكلمة من أصل لاتيني وهي تعني 100. وهذا يقودنا إلى المعنى الدقيق لكلمة 100، والتي تكتب على النحو 100، وهذا أيضا ينطبق على 20 لكل 100. فإذا أردنا أن نضلل 20%، هذا يعني أنه إذا قسمنا المربع إلى 100 مربع صغير، فعلينا أن نضلل 20 منهم، أي 20 من 100. إذن كم مربع لدينا هنا؟ إذا انتقلنا على امتداد أفقي، يكون لدينا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 مربعات. وإذا انتقلنا عموديا يصبح لدينا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. الآن لدينا 10 ضرب 10، وهو ما يعطينا 100 مربع. طريقة أخرى لنقوم بهذا هو أن نفترض أن المربع الكبير هذا، وأعتقد أنه نفس المربع المعطى لدينا، وقد قسم إلى 100 مربع صغير متشابه، وهنا هو مقسم بالفعل. وإذا أردنا تضليل 20% منه، إذن علينا أن نضلل 20 من مجموع المربعات 100. وبهذا نكون قد ضللنا 20 مربع. دعوني أبدأ إذن. فإذا قمت بتضليل مربع واحد هكذا، فأنا فعليا قد ضللت 1 من 100. من 100 معناه أننا ضللنا الشكل ككل 100. الآن قد ضللت مربع واحد، وهذا المربع وحده يعني 1% من المربع الكبير ككل. وإذا قمت بتضليل واحد آخر، لنقل أنه هذا، فهذا يعني 2% من الشكل ككل، أي بشكل دقيق 2 من 100، حيث أن 100 عبارة عن المربع الكبير كاملا. وإذا أردنا تضليل 20 هكذا، 1, 2, 3, 4، وإذا انتهينا من هذا الصف نكون قد ضللنا 10%، صحيح؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. لكن نحن نريد 20، إذن يجب علينا تضليل صف آخر. سأقوم الآن بتضليل هذا الصف كاملا، وبهذا أكون قد ضللت 20 من 100 مربع. أو طريقة أخرى للتفكير بهذا، إذا أخذنا هذا المربع الكبير وقسمناه إلى 100 جزء متساوي، فأكون قد ضللت 20 من 100، أو 20% من المربع الأكبر. آمل أنكم قد استفدتم.